مخالفة داخلة حداري، المراقبة لازم تكون مفروضة. يلا يا والناس يا بن دحمان، يا والناس يا بن دحمان، وكاد يكون هدف التعادل، كاد يكون. شوف عبد القادر كيطة من شارف، إذا عندك التصوير الإعادة بالتصوير البطيء، كان اعتداء على لاعب فريق شبيبة القبائل من عبد القادر كيطة. مش عارف اذا ما نظنش عندك الصوره، لانه كانت على خط 18 متر، لا ماهيش هنا، الاعتداء كان واضح. شوف ساقط اللاعب الجزائري نظن زفور، كان الاعتداء واضح من عبد القادر كيطة على زفور. لازم تاخذ حذرك في الكرات المرفوعه، اتمنى سلامات لزفور. مش عارف هنا، شوف شوف هنا يا محمد، لا ما عندكش. بعد ما تبعوا زفور كان ضربه بالمرفق اللاعب كيطة، كاد يكون هدف التعادل. يا مخرج ما بقى في مرماه قواوي. شوف هنا، اي 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 اي، هاي الصوره واضحه من ابراهيم كيطة، ولكن شجاعه كبيره عند زفور، نعرف بان قدراته الكبيره جدا في المراقبه. شوف شوف باليد وايضا بالراس من اللاعب الايفواري حداري يا زفور، حداري يا زفور، تدخل كان عنيف جدا من اللاعب الايفواري. ان شاء الله ما يتنرفزش زفور يا سيد الحكم، دريوش يطلب الدخول. عاود دريوش، المعركه راح تكون كبيره بين دريوش وعبد القادر كيطة. دريوش هاي هاي دريوش، وهاي لانه المهاجم عبد القادر كيطة قوي جدا من الناحيه الفنيه البدنيه والفرديه. ودريوش شوف وكانه في حلبة ملاكمة، دريوش شوف الصورة هذه بعد الضربات اللي تلقاها من عبد القادر كيطة. ونزيد نحييه أكثر لأنه قام يتحكم في أعصابه، لأنه أي لاعب بمكان دريوش كان ممكن يتصرف تصرف غير رياضي، تصرف آخر مع اللاعب عبد القادر كيطة، ولكن لحد الآن راهو يتصرف تصرف تاع رجل فوق أرضية الميدان، يعني من دون ما يتأثر بالعنف اللي مارسه اللاعب الإيفواري عبد القادر كيطة على. شوف الوجه تاع دريوش، هاي الأشياء ربما اللي ما يشاهدهاش المتفرج. هاي يا دريوش ممتاز جدا، يرجع لك عبد القادر كيطة، يرجع عليه فوق أرضية الميدان بالكرة، يعني رجولة كبيرة. شارف اللاعب التونسي هذا احتياطي، دخل أرضية الميدان. نحييك يا دريوش على شجاعتك وعلى أدائك الرجولي فوق أرضية الميدان في حدود الروح الرياضية. نعرف دريوش حكيم الفرقي رقم 12 يترك مكانه لرقم 30 الديني. شوف عبد القادر كيطة هذا خطير جدا في انطلاقاته، عديد الحملات وقفوا بكل طريقه، تقريبا نقدر نقول قطار متنقل هذا عبد القادر كيطة، قوي جدا من الناحيه البدنيه وايضا من الناحيه الفنيه، ومخالفه خطيره لقيس الغفران وفريق اللي يفوزوا بالمباراه. حال صعبه المباراه هذه، عبد القادر كيطة شحال صعب وخطير وينطلق مع فاروق بالقايد. يا 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 يا، قطار متحرك هذا عبد القادر كيطة، حب يضرب كل اللاعبين فوق أرضية الميدان. دريوش يعاني معاناة كبيرة جدا مع عبد القادر كيطة، ولكن متفوق من الناحية الفنية، حتى ولو من ناحية الخشونة الإيفواري متفوق عليه، ولكن من ناحية الفنية في التفوق الفردي وفي النتيجة متفوق دريوش لحد الآن. تنفيذ التماس الغزواني حلمي، عبد القادر كيطة. كل يعاني مع عبد القادر كيطة، الحكام، اللاعبين، الجمهور. دريوش أخيرة، ولكنها ستكون طويلة 13 دقيقة هذه. زياد الجزيري، عبد القادر كيطة، قادر كيطة ودريوش، مباراة داخل المباراة. يلا يا عزيز دريوش تماس. دائما كيطة ودريوش. حكم يقول تماس.
محمد وعبد الحفيظ شجعونا شويه اذا كان ممكن. اذا كان حفيظ الانفاس انقطعت عندك حتى احنا نعيش عن قرب عن قرب كثير امام كرسي الاحتياط اللي كل اللاعبين كل لاعبين شباب القبائل يعيشوا على اعصابهم وكل الصحفيين وكل الطاقم الفني تاع شباب القبائل يعيش على اعصابه طبعا في هذه اللحظات الاخيره ما دام ان اللقاء لقاء كبير وكبير جدا والنتيجه مازال ما نعرفش من هو الفائز بالكأس لحد الآن. طبعا شبيبة القبائل هو اللي صاحب الكأس لكن الكرة فيها 90 والكرة القدم فيها 90 دقيقة. الصورة اللي كنا نشاهدها يا عبد الحفيظ انت ما شاهدهاش صورة دريوش اللي ما حبش يخرج باش تقدم له الإسعافات الأولية خارج أرضية الميدان يقول للحكم خلاص راني مسحت الدماء اللي تزيد من الأنف ودريوش اللي يتلقى الإسعافات الآن المطلوب الواحد يعوضه في مكانه دريوش بن دحمان إذا كان ممكن لأنه زفور يبقى دائما في حاجة إلى دريوش نور الدين اللي لعب مباراة كبيرة جدا ويواصل لعب المباراة بشجاعة كبيرة شجاعة كبيرة عنده ولو كان فيه صورة مكبرة يا حفيظ ل ويتش دريوش يعني ما تشوفه عن قرب فعلا شفناه وكأنه ملاكم ليس لاعب كرة قدم دريوش اليوم راهو بلاعبين او ثلاثه يعني دريوش اس ثلاثه اذا كان ممكن لانه لازم ثلاث لاعبين باش يمكن يمسكوا عبد القادر كايطا هذا اللاعب في خواري خطير جدا وتفضل ما يمر امام بن حملات دريوش يتدخل حكم يقول تماس لا يا بن حملات ركز اكثر شوف دريوش المعركه بينه وبين عبد القادر كايطا امام عبد الحكم بطاقه حمراء يخرج عبد القادر كايطا امام انظار حكم المباراه واحتجاجات كبيره منذ بدايه المباراه هايل يا دريوش عبد القادر كايطا يطرد حكم المباراه لانه اعتدى عليه امام انظاره انت رايع يا حكم المباراه رايع ونفهم تصرفات لاعبين تونسيين في نهائي يخرج لهم عبد القادر كايطا اللي نقدر نقول خرج لهم نصف الفريق لانه كما قلنا بانه قطار متحرك شوف دريوش تحيه حاره ليك امام انظار الحكم خلاك تتصرف مثل هذا امام انظار الحكم عبد القادر كايطا اليوم ما شرفش الكره التونسيه ولو انه ايفواري ولكن ما شرفش فريق النجم الساحلي بتصرفاته ليس فقط بتصرفه هذا ولكن بتصرفاته الكثيره دريوش كان راجل امامه بشهامه وبرجوله كبيره اليوم لعب مباراه تاع رجل تاع لاعب ما اعتداش عليه بدون كره كان كل تدخلات دريوش بالكره امام عبد القادر كايطا برجوله كبيره امام حكم المباراه عبد القادر كايطا النرفزه تاعو خلاته اليوم يتصرف تصرف خلى حكم المباراه يخرج له البطاقه الحمراء في لحظات صعبه المباراه ما انتهتش 6 دقائق خروج عبد القادر كايطا ما نقولش لا يعني شيء ولكن لا يعني بان شبيبه القبائل فازت بالكاس دريوش تحيه حاره ليك مهما كانت النتيجه في النهايه شبيبه القبائل ودريوش والجمهور الف تحيه على الاداء وعلى الصور الرائعه اللي شاهدها في المتراجعات ما شاء الله طلبنا من اللاعبين باش ما يبخروش اللورا يكملوا يضغطوا خاصة على الخصم بعيد على المنطقة تاعنا في المخاص مع الدفاع تاعنا وبالتدخيل وشاك كل مرة نضغطوا عليه غير أن كان نسترجعوا الكرة بسهولة نتمنى لكم التوفيق يا محمد الدقائق عبد القادر كايطا يدير في السينما على خط التماس عبد القادر كايطا اللاعب الإيفواري يدير سينما كبيرة على خط التماس ودريوش تحية حارة ليك 42 دقيقة من عمر المباراة هدف مقابل صفر لصالح فريق شبيبة القبائل وكرة تسلل ومخالفة غير مباشرة لصالح صفور وفريق شبيبة القبائل يا سلام والله كان محرج من شريف حناش رئيس فريق شبيبة القبائل تحية حارة يا عبد الحفيظ لرجال شبيبة القبائل كل يوم مباراة كرة قدم نعرف بأن كرة قدم هي لعبة تاع رجال فوق أرضية الميدان اليوم شرفونا فريق شبيبة القبائل لم نكن نشك ابدا في مهارات وفنيات وإرادة عناصر فريق شبيبة القبائل لعبوا اليوم كرجال فوق أرضية الميدان كم كانت المهمة صعبة ولكن كم كان الانتصار جميل وجميل جدا زاده جمالا وروعة أداء النجم الساحلي التونسي الذي كان النجم
للند وكان رائعا فوق أرضية الميدان. هو كذلك لعب مباراة رجال ما عدا ربما عبد القادر كايطا الذي لم يشر الفريق النجم الساحلي التونسي بتصرفاته مع دريوش فوق أرضية الميدان أثناء المباراة وعند نهاية المباراة التي انتهت بمجرد خروج عبد القادر كايطا بعد ما طرده حكم المباراة. انتهت تقريبا المباراة تام عبد الحفيظ. يعني حفيظ دريوش أمامي وكأنه ملاكم يعني كل يعني الجروح دماء كلها تسيل من نفة دريوش. بوسه من عندي في راسه يا عبد الحفيظ. وش تقولنا مرة أخرى؟ وش نقول لك خويا؟ احنا كنا جبنا كيفاش خلوا روحنا هنا على جال الشعب هذا والبلاد هذه. الحمد لله ربي فرحنا وكان معنا وفرحناهم وفرحنا الشعب هذا. ان شاء الله ان شاء الله يجعلها دائمه علينا. الله يبارك فيك زفور.